خلصنا بدأنا رحنا كاراتيه 6 سنين، مين أول واحد استقبلك بقى؟ أول حد استقبلني كانت مدربة اسمها كابتن مروة الحصري، ويمكن كان حظي سيء معاها شوية إن هي ما كانتش مقتنعة بيها خالص تقريبا في الأول، لأني كنت بلعب كاتا وأنا ما كنتش كويسة في الكاتا. يعني الكاتا بتحتاج حد قامته قصيرة وأنا كنت طويلة من وأنا صغيرة. بس خلينا نوضح للسادة المشاهدين، الكاراتيه فيه لعبتين او جزئين او نشاطين، الكاتا او نوعين، كاتا وكوميتيه. الكاتا بيبقى شغل استعراضي اكتر منه، بيبقى فيه هارموني بينك وبين اللي معاك او لوحدك، بيبقى فيه هارموني شويه وتوافقات عضليه عصبيه. انما الكوميتيه بيبقى قتال، والجيانا بتلعبه هو الكوميتيه، وده بيبقى ليه صعوبه وده ليه صعوبه. فهي كانت بتوضح ان هي في الكاتا ما كانتش لاقيه نفسها وراحت الكوميتيه. انا اسف قطعتك بس لازم اوضح للناس تبقى مسامعه. اتفضلي يا فندم. بس فيمكن كابتن مروه، يعني انا كنت طفله عناديه شويه وستيل لحد دلوقتي عناديه، يعني انا بحب اوصل لحاجه لازم اوصل لها. فيمكن حته ان كابتن مروه كانت شايفه ان انا مش نافعه قوي او مش مقتنعه بيا، دي خلتني من جوايا لا يعني انا هنجح. يعني هنجح. انت عندك 6 سنين بالظبط. بس قعدت فتره في الاول اللي هي طول الفتره اللي كنت بلعب فيها كاتا دي، كانوا حوالي 3 او 4 سنين في الاول، من 6 ل 10 سنين ما كنتش بحقق نتائج قوي. ممتاز. لحد ما عملوا كوميتي بنات تحت 10 سنين، كانت اول مره تتعمل في السنه دي فعلا. دخلت الكوميتي. اختاروكي بقى الاجهزه الفنيه اختارتك. كان بدا يبان طولك مثلا؟ كان بدا انا طويله من وانا صغيره، يعني انا دايما بيقعدوني في الكلاس في اخر ديسك ورا عشان الطلبه ما تشوفش. دي الضريبه اللي بتدفعها الطوال. بالظبط. بس فدخلت ساعتها عملت ثالث قاهره وخامس جمهوريه في السنه دي، ومن بعدها اول قاهره واول جمهوريه لحد دلوقتي. يعني دي كانت بدايتك اول تحت 10 سنين في الكوميتيه. بالزبط. كان في النادي الاهلي. طب خليني اقول انه انت ميدن اهلي، يعني بالزبط. من اي تو زد صناعه اهلاويه كامله 100%. وطبعا بدعم الدوله المصريه اكيد مع المنتخبات. خليني اقول النادي الاهلي قدم لك ايه؟ ايه اللي انت شفتيه في النادي الاهلي ساعدك، خاصه ان اللعبه دي فيها دول زي اليابان مثلا هي اللي انشات فيها وكانت منشاها الكاراتيه، ازاي النادي الاهلي اضاف لك تقدري تتغلبي على ابطال الدول دي؟ انا شايفه ان اكتر حاجه النادي الاهلي علمها لي هي فكره الاخلاق والروح الرياضيه على الملعب. يعني يمكن احنا لعبتنا اصلا بتتسم بالحته دي، ان انت لازم على الملعب يبقى عندك اخلاق رياضيه، ما تاذيش اللاعب اللي قدامك، خاصه ان احنا لعبه قتاليه، فما ينفعش تاذي زميلك. ما ينفعش مثلا انت خلاص خلصنا الماتش المفروض نسلم على بعض، ما ينفعش يبقى جاي يسلم عليك انت تسيبه او ترفض ان انت تسلم عليه. فالحته دي اصلا كانت مزروعه جوانا من النادي الاهلي، الروح الرياضيه والمثابره دايما على النجاح. يعني النادي دايما في اي لعبه من الالعاب عنده حته ان لازم يبقى متواجد، لازم النادي الاهلي يبقى موجود على منصات التتويج. فدي طبعا حاجه من الحاجات الاخلاقيه اللي انا اتعلمتها من النادي الاهلي على المستوى الاخلاقي طبعا. بالظبط.